خلف هذه الجدران تخفو قصة نجاح سطرتها سيدة ومؤسسة هذا المكان، هي ميراي حايك، أو كما تحب أن يناديها البعض بأم شريف، صاحبة سلسلة مطاعم أم شريف. أول ما بلشت بشغلي بحياتي ما كنت هالقد قوي، كنت ضعيفة من الضعف. كيف يقولوا الضعف قوة؟ كنت ضعيفة، كنت خايفة، كنت بدي أنجح، كنت أشتغل ليل ونهار، كنت خاف، كنت أبكي. بدي لك شغلة، أنا وصغيرة ما كنت أحلم كون يلي أنا عليه اليوم. أنا وصغيرة أنا ربيت ببيت أمي كانت عطول تقلي الحياة الاجتماعية، يعني social work، أنه بدك تساعد الفقير، بدك تساعد الختيار، بدك تساعد، يعني أنا عملت social work بالأساس. بالأساس رحت على الجامعة تعمل مساعدة اجتماعية. بعدين مع الوقت اكتشفت هوايتي يلي هي الطبخ. يعني مشان هيك دور المرأة والأم تجرب تخلي ولادها يكتشفوا شو الهوية تبعهم قد ما فيها عبكير. أنا اكتشفت مؤخرا، يعني من 10 سنين 12 سنة وقت اتجوزت وصار عندي عائلة وهيك، وافتح بيت، فتحت بيتي، صرت استقبل أصحابي وأعزم أصحابي كرميل أطبخ. يعني كان بدي، ما كانت العزيمة بتهمني قد ما ريزن لأطبخ، تفوت على مطبخي. مثلا هلأ نحن مش بلوك داون ايه، وبما أنه الشغل أخف وهيك، هلأ رجعت مثل ما كنت من 12 سنة، بقعد ببيتي بقعد بطبخ كل نهار. يعني it's my hobby. كان عندي عائلة، جوزت عندي عائلة كبيرة، وعلى طول نجتمع على الطاولة. يعني نحن في غدا، في عشاء، في ترويقة بالبيت، يعني في طاولة السفرة بتنحط دايما ونجتمع حواليها. دونك يمكن هالشي خليني شوف انه يعني ما في حدا بيقول له فوت اعمل الساندويتش تبعك، ما في حدا مثلا بتقولي حتى سخني الاكلات بالمايكروويف، ما وارده هي عنا بالبيت ما انوجدت. يعني كنت على طول السفره بدها تنحط على الغداء وعلى العشاء كانه عم تستقبلي اهم عالم. هيك كنا نحن بالعيله. بقى من هيك اكتشفت انه بحب الاكل كمان، بحب كثير اكل. أول شيء أنا قبل أم شريف فتحت مطعم أجنبي اسمه الباريا، هلأ سكرني من وراء الظروف طبعا البلد اللي نحنا فيها والدولار وكل هولي بقى، بس كل الناس تعرف الباريا كمان. كنت أنا قاعدة بالبيت، بيجي خيي لعندي بيقول لي في مطعم للأجار، بدك نفتح مطعم؟ بتعرفي واحد يقول لك بتحب الطبخ وشاطرة، برافو شو بتطبخي طيب، مش مثل يجي حدا يقول لك يلا تم اجى الاستحقاق بدك تفتحي مطعم. إيه تعي نفتح مطعم، بتقولي لهم ايه تعي، مثلا انا هلا بدي تعي تنسافر، بتقولي ايه بنسافر بس صرت تزبط السفره. بقى اجى قال لي في مطعم للاجار بدك تفتحي مطعم، قلت له افتح مطعم هون يعني اذا بدكم هيك، قلت له اذا بدكم نفتح هيك. بقى هيك بلشت الفريه بالمزح، اذا بدك فتحنا الفريه. واول نهار واول ايام كانت كثير صعبه، لأن أنا كنت روح على الفارية من 6-7 بكرة، سري بثلاثة على بكرة. إيه لأنه أنا كنت لازم أفتح المحل، نظف المحل، انتبه أنه صحون نضاف، عزي المحل قبل ما فل معي اللي عم بيساعدني، يعني بإيدي. يعني إذا بديك أنا عندي فيديوهات عم بعلم الشباب كيف يشطفوا ويمسحوا الأرض، يعني عملت كل شيء بالمحل كأني ببيتي. يعني عملت محلي، عملت شغلي كأنه بيتي. كنت ما يعني ما بعرف الفرق كان بين البيت والشغل، انا لإلي هني واحد. مطعمي يعني بيتي، بدي استقبل فيه مثل ما بستقبل بالبيت، بدي نظفه مثل ما بنظف البيت، بدي اعلم الطبخ فيه واطبخ مثل ما كنت عم بطبخ ببيتي. هيدي المرحله كانت كثير صعبه لإلي، واجاني كثير شباب شغلين بمطاعم كثير ساعدوني، تعلمت منهم ومشوا معي مثل ما انا بدي. يعني لقينا خلينا الحياه الواقعيه تبع المطعم تلتقى مع الباشن ومع البيت والروح اللي بدنا اياها تكون هونيك. يعني انا تعلمت منهم مثل ما هن قربت عليهم ولحقوني بذات الوقت. يعني مثلا يقولوا لي مدام خبرك شغله، نحن بالمطعم هيك كنا نعمل، قلت انا شوف الصح منه قل له لا بدنا نعمل هون هيك. عرفتي كيف؟ يعني it was a learning process، تعلمت
من الشباب، من الكلاينت يلي مثلا ما تعجبه الاكل، اتعلم من الكومنت تبعه، تعلمت من كل شيء. كانت عندي اول سنتين ثلاثه سنتين علم بعلم من مع نفسي. كان سنين عذاب، ما بخبي عليكي، كانوا سنين عذاب. كان انا اذا حدا اجى رد لي صحن مش طيب ابكي، طبعا كنت ابكي وما نام بالليل. انا لليوم بعامل اكلاتي مثل اول يوم. هيدا 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 اول سنتين ثلاثه، بعدين عملت مطعم ثاني وعملت مطعم ثالث وبعدين اتطورت يعني. بس ما بخبي عليكي، ضاف لشخصيتي، ضاف لشخصيتي انه ما بخاف، ما بخاف. شفت انه على قليل صار في شغلي انه اذا بتتعبي رح تنجحي. نجحت، نجح البريا نشكر الله. اول ثلاث سنين يعني كان قصه نجاح للبريا كثير كبيره يعني. يعني هلا اذا بتسالي كل العالم عن البريا بيقولوا لك من اطيب مطاعم كانوا ببيروت. ايه بس تعلمت انه اي كان ميك ات، انه فيي اوصل لنتيجه. ما علي اذا تعذبت، ما علي اذا كانت صعبه، انه بس الصعوبه مش عائق، في صعوبه وسيله تتوصلي للنجاح. ما حدا بيخلق هيك قوي يعني. ما في قصه نجاح بتقولي عنا الانسان اللي وراها قوي هيك. مرق بكثير اشياء تيوصل على اللي انتم اعتبرتوه، يلي بيشوفنا من برا ومرسي بيعتبرنا انه هي قوه. بدليك شغلي، أنا نهاري ببلش الساعة 7 بكرة، يعني عند التليفون بيشهد. هلأ إذا التليفون هون بفرجيك إياه بتشوفي أنا 7 بكرة. أول شيء بس يوصلوا الموظفين كلهم على الشركة، في حدا 7 ببلش 7 الدوام، بيكون تلفلي عم بيقلي مين وصل ومين ما وصل 7 بكرة، لأنه هو مطبخ بالنتيجة. إذا حدا تأخر هالشي بيأثر على شغل النهار كله. دونك وهيك ببلش النهار، شو بدنا نطبخ، شو عم نطبخ، ببلش تواصل مع كل الاكيب. قبل كنت روح انا هلا ليه عم بحكيك على التليفون؟ لانه شوي الكورونا خلتنا نبعد ونقعد بالبيوت، ويعني ما يعني خلتني شوي مثلا بيكون في كيس كورونا ما بقعد بتواجد قد قبل، يعني بتعرفي هلا تغيرت التركيبات كلها. بس عاده الساعه 7 بكره ببلش على التليفون. قبل كنت 7 اكون بشغلي، كون تحت لانه تحت الارض، كون بالمطبخ مع الشباب عم نشتغل وعم نطبخ وعم. هلا 7 ببلش النهار، برجع بقوم بحضر حالي، بظهر بكيرة على شغلي، ببرم على كل مطعمي، بدوق كل الاكلات، بضل دوق الاكل وبضل اعطي ملاحظات. وانا احلى ايام هي اللي بقضيها بالمطبخ مع الشباب، يعني هي احلى ايام لإلي. انا ما بحب كون قاعده على الطاوله، بحب كون قاعده جوا مع الشباب، لانه هيدا بحسسني بالامين، بحس حالي انه اندر كنترول، يعني عن جد عم اكد انه everything is perfect. بتعرفي امتى انا نهاري بيخلص؟ عم بحكي بايام العاده هيدي، لمن المطعم فاتحه بيخلص. انا احلى ساعه عندي الساعه 11 بالليل، 11 وربع، لمن بيسكروا المطابخ. نو مور كوك، نو مور كيتشن. هون انا بتقولي بقعد هيك بغير قعدتي، في اطلب اكل الساعه 11 وربع قبل ما يسكر المطبخ، برتاح منبسط وبرتاح. يعني انا ريحتي من 11 وربع بالليل لا ترم نومي، بس نيم برجع بوعى ثاني يوم ببلش ذات الشيء. قبل على طول على اعصابي. حتى هلا انا اذا عم بتعشى انا وياكي بمطعمي بضل قاعده هيك على اعصابي، فتاكلي واكل ودوق الاكلات وانبسط وبضل قاعده هيك عم بتطلع حوالي. يعني انا اليوم ستريس تبعي بعده مثل اول يوم، عرفتي كيف؟ يعني ما تغير ستريس ابدا، بس اي كان مانج ات بيتر، تعودت عليه قد ما هو موجود بكثره بحياتي، تعودت عليه. انا عندي 4 اولاد، 3 صبيان وبنت. بقول لي انا بلشت اشتغل بعمر كانوا اولادي كبروا شوي،
يعني كان عمرهم 12 سنة وهيك، عرفتيك يعني بنتي هلا عمرها 24، وقتها بلشت أنا كان عمرها 12، وفي أكبر وأصغر. بقى وقتها بلشت أشتغل صارت كل قعدة مع عائلتي كواليتي تايم أكتر، ما بقى في تضيع وقت، عرفتي كيف؟ كنت أوعى بكرة وصل ولادي على المدرسة أنا وكفي على الشغل، ارجع على التنتين ثلاثة، لأنه المطعم بيسكر بعد الظهر مش مثل هلأ، ما كان عندي كافيه، ما المطعم بيفتح على بكرة ورا الغدا بيسكر ساعتين ثلاثة، اجي على البيت شوف ولادي 8، أوقات كنت غيب عنهم، أوقات ما كنت اجي على البيت، أوائل الفتحات ما كنت اجي على البيت، احكيهم على التليفون، اتكل على جوزي، اتكل على أمي، يكون مثلا على طول يكون في وجود عيلة بالبيت. انجبرت بس وقتها مشيت على السكة كان مانجمنت، تايم مانجمنت، كل شيء له وقته. صار كثير انا جوزي دعمني، لانه جوزي انا انسان ذكي كثير وما في يوقف بطريق قصه نجاح، وهذا نجاح مش بس لإلي، هذا النجاح لإله وللعائله وللبيت، يعني هو هيز فيري براود، بس يقولوا يعرفوا، بس يقولوا له ام شريف لإلكم، هيز فيري براود. سو نشكر الله انه عندي رجال ذكي وما وشجعني وعلى طول كان داعم لإلي على طول. كتر خير الله، كتر خير الله، أنا ما كتير فشلت، فشلي يكون محدود، ما يكون فشل كبير، يعني يكون فشلي منطبق على اللحمة اليوم مش طيبة. طلع مثلا العزيمة كان تأخرنا شوي، يعني كان هيدا، وأنا كل اللي عم خبرك كل الناس بتعرفه، يعني ما عم بحكيك شيء مش الناس بتعرفه، ما عم بألف قصة، هيدي قصة حقيقية ماي كلاينتس بيعرفوها كلهم، يعني هن ويتنس على هالمسيرة 12 سنة. دونك كانوا كتر خير الله سو فار، أنا يعني I was blessed أنه الفشل يكون فركوشة صغيرة ما يكون فركوشة كبيرة. حتى أنا في مطعم سكرتها، أخذت قرار سكرها، بس تسكرت من وراء نجاح المطعم، ما تسكرت لأنه المطعم منه ماشي، ما تسكرت لأنه المطعم فشل، سكري بعدهم لليوم بيقولوا لي ديعانو هالمحل، ديعانو ليه سكرتي؟ مستحيل كل قصة نجاح في باشن وراها، في هواية خاصة عند النسوان، كل شيء بطبخه أنا بقول كل الأكل، كل المطابخ طيبة إذا مطبوخة منيح، يعني ما في أكل مش طيبة، في أكل مش معمولة طيبة. أنا اللي عملته خليت هوية بلد تبين على حقيقتها، عرفتي كيف؟ يعني خليت نقلت صورة البيت اللبناني، الست اللبنانية مزبوط مثل ما هي ببيتها، هيدا اللي عملته أنا. ما عملت شيء، ما اخترعت البارود، بس نقلت صورة البيت بحقيقتها، لأنه قبل كان مطعم اللبناني مطعم طاولة وكراسي وما بيمثل بيتي، ما بيمثل بيتي، كان مطعم اللبناني غير البيت اللبناني، نحن بنستعمل صنون حلوة، بنرتب الطاولة، يعني كان، بس كلنا بنعرف انه مطعم اللبناني كثير طيب، الأكل اللبناني بجنن، أطيب أكل بالعالم أنا لإلي، أطيب أكل بالعالم، فينا كلنا ناكل كل يوم، كثير ناس بياكلوا كل يوم لبناني، إيه بس خليت الإيمج، ضبطت الإيمج تبعه شوي، تشبهنا، تشبه الست اللبنانية الحلوة اللي على طول مرتبة، على طول يعني مثل ما هي بتحب الأشياء الحلوة عليها، الأشياء الحلوة على الطاولة كمان، هيدا أنا اللي ضفته للمطعم اللبناني. وبالعكس أنا برجع على الأصالة أكثر من يعني بقلب الصحن في أصالة.
يعني مطعم ام شريف كان هدفه يعيشك الفول لبنانيز اكسبيرينس من الفوطي للاخر. يعني حتى ما في منيو، ما حطينا منيو بام شريف، ما في لزوم تطلبي شو بدي، رح تنزل المنظر الحلو اللي بشهي رح ينزل كله على الطاوله، يلي يعني هو تراثنا، الميزه اللبنانيه هي تراثنا. بركي هلا في ناس ما بيحبوا ياكلوا كثير كل هو، بس هيدا التراث، يعني اللي من ما يعود في ميزه لبنانيه رح يروح الشارم تبع الطاوله اللبنانيه. يعني ما انا بمطعم اللبناني ما بدي اكل سلاد ومشوي وبس، انا بمطعم خاصه لما تكوني عازمه ناس، لما السواح بيجوا من برا، لما بيكرمي حدا، لما بتعملي عماد، بتجتمعي على عرس، بتجمعي العيله، ما فيك تاكلي صحن وصحنين، هي مش بالكالتشر تبعنا. كالتشر اللبناني هي الميزه. اذا تخفيت الميزه، انا اذا شلت لك ميزه عن الطاوله حطيت صحنين قلت لك هيدي طاوله لبنانيه، شو فيها طاوله لبنانيه؟ اوكي. دونك الميزه اللبنانيه كانت بام شريف اول شيء هي احلى شيء على الطاوله، وبيكفي كله شيء ورا شيء بينزل، يعني بتذوقي كل شيء لازم تذوقيه بس تاكلي بام شريف المطعم. شاري انا هيدا الشيء ما قررته انا لحالي، اول شيء عندي خيي، نحن اتس فاميلي بزنس ناو، خيي هو استلم كل شيء، يعني هو اراد يطور ام شريف ليوصل على العالميه. هلا اللي ساعده كثير انه ام شريف البراند از براند انطلب، يعني كانوا يجوا لعنا العالم الزوار من برا على لبنان، هن ارادوا يكون ام شريف موجود ببلادهم، وخيي طور هالشيء وعمل من هالبراند، من هالاسم براند ومؤسسه. الحقيقه الفضل له، لانه انا بدي اقول لك شغله، انا بركي كنت خفت اعمل هالقد، انا بحافظ على الكواليتي تبع الاكل، بحافظ على كل شيء، يعني طبخ كل شيء، بزنس بتشوفيه سيرفيس كل شيء هيدا انا، بس انه طوره هالقد اونستلي لحالي ما كنت عملتها، لاني بخاف لانه اول شيء بقول لك انه بس بلشي كهوايه، وخاصه بالطبخ، الطبخ اتس باشن، يعني بيضلك عليها ليل ونهار، بيضلك فوق راسهم يطلع الاكل طيب، فوق راس الاكيب تبعك، يعني بدك تعملي اكيب تحافظي عليها، كان بدها كثير شغل، لدرجه كنت انا لإلي بالمنطق تبعي انه اذا بدي وديه لبرا لهالبراند بركي خاف عليها. يمكن هلا وقتها راحت لبرا كانت نضجت كفايه، كان صار في نضوج، مثل وقتها ولدك ما بتوديه بالخمس سنين والست سنين، بتوديه ب18. انا لإلي البراند ام شريف هيك كبرت نضجت صارت ريدي تو جو.